أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقصر بعض المستقيمين في التبكير في الصلوات بدون عذر، فما هي نصيحتكم وما هي الأسباب المعينة على التبكير للصلاة والمواظبة عليها؟ التأخير هذا شيء، والمواظبة على الصلاة باب آخر. فأما التبكير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وخير الصفوف للرجال أوائلها، وشرها أواخرها. وإذا حصلت من الإنسان مرة أو أحيانا تأخر لسبب، الله يعذره. أما أن يكون هذا يعني حال طالب العلم دائما وأبدا، هذا أمر مشكل، لأن مما تعلمه التبكير إلى الصلاة، إذا أذن المؤذن فإنه يتوضأ ويمشي مباشرة ولا يتأخر فيدرك. وأشد ما يكون الذي تفوت الصلاة، وأشد ما يكون الذي تصبح هذه عادته، دائما ما يأتي إلا بعدما صلى الناس. وأشد ما يكون الذي لا يأتي إلى الجماعة، وأنكر ما يكون الذي لا يصلي، عياذا بالله من ذلك، هذا ليس له في الإسلام أي نصيب، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فأنصح نفسي وإخوتي أن نأخذ أنفسنا بالجد والعزم والحزم، وأن ندع التفريط والتساهل. فإن الله جل وعلا أمرنا في الطاعات بما؟ بالمسابقة، قال سابقوا وقال سارعوا، فهذا الواجب. قال فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بالسعي هنا المسارعة. قد قال عمر: لو أخذت بظاهرها لعدوت للصلاة، يخرج يجري رضي الله عنه. لكن المقصود هنا فاسعوا، يعني أمضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فأتوا عليكم السكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، على حسب الروايات. فالشاهد على الإنسان أن يبادر إلى هذا، وليعلم أنه كلما تأخر أخره الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. بل ساق بعض الأئمة أحاديث في قوله جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، في سورة الحجر. وساقوا أسانيدا بأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ومن أراد مراجعتها فليقرأ في الدر المنثور وفي تفسير ابن كثير. نعم.